نحن هاي تاني يوم من الصيام، لكن الصيام هو له هدف بالحياة. ليه أنا بصوم؟ بصوم أنا لأن في لازم يكون عندي هدف، مش بصوم لأن هيك إنه العالم بتصوم لازم صوم. الهدف هو إنه أنا إذا كنت حياتي منا ماشي بسلوك رب يسوع المسيح، أما بسلوك حسب الكتاب المقدس، أنا بصوم وبصلي حتى أمشي على خطى الرب. إذا كان في حدا مريض كمان بصوم وبصلي حتى الرب يشفيه. إذا كان في حدا عم يعمل أعمال سيئة بصوم وبصلي حتى الرب يعطيني القوة حتى ما عش أعملها. إذا أنا بشتم كتير أما بكذب كتير أما بحلف كتير أما بلعن كتير، بصوم وبصلي حتى الرب يعطيني القوة حتى ما أفعل هودي الأمور يلي هي بتكون خطية. مساء الخير مشاهدينا الكرام بحلقة جديدة من برنامج من أم. ضيفنا هو ضيف مميز، هو أستاذ وهو رئيس بلدية، وعرفت كمان أنه عامل حوالي 12 كتاب كتب فيزيك وإلى ما هنالك. هلأ نتعرف عليه أكثر وأكثر، بس بنعمة الرب رح تكون حلقة مميزة. من أم؟ بداية بشكرك أسيسنا على استقبالنا. أهلا وسهلا. ومسيك ومسي المشاهدين كلهم ومسي كل العاملين بالمحطة محطة نور الشرق، وأكيد رح مسي أهلنا بعلم الشعب وكل الجنوب والمجلس البلدي فردا فردا. تحية لهم فردا فردا. سلامات. اسمي سامي توفيق فرح، عمري 68 سنة. والعمر كله ضيعتي قضاء سور اسمها علم الشعب. تعلمت بضيعتي، بعدين بسور، بعدين بصيدا، بعدين بيروت. نازل مع الوسطى. ببيروت تعلمت بكلية التربية، أستاذ ومنسق لمادة الفيزياء بالمدارس اللي كنت فيها. مؤلف ومنسق ل 12 كتاب مدرسة متوسط ثانوي دور معلمين كتب مختبر وأنا للفيزيك للترمينال. سابقا كنت عضو ثم نائب مقرر ثم مقرر للجنة الفيزياء بلبنان. حلو. بالترمينال حاليا أنا رئيس بلدية علم الشعب، وبعتز أني بهالموقف هذا. أهلا وسهلا فيك. لا أقدر أخدم ضيعتي قد ما بقدر قد ما الله بيعطيك. أهلا وسهلا فيك، الرب يعطيك طولة العمر والرب يباركك بكل بركة سماوية من عنده. أستاذ سامي، من أنت من العائلة الصغيرة؟ الحمد لله عندي عائلة كتير حلوة. أمين. متأهل من عليا نجم، ست مرتب جدا، معلمة كمان بالديكواني. هي من علم الشعب؟ من بيت الدين. آه بيت الدين، أوكي. عندي ثلاث أولاد، منال بكندا، زياد معي هون، وجاد بأمريكا. شو بشتغلوا؟ منال عندي تشيمي بس هلا عم تشيل بنك بكندا. اوكي. تدبيرا الوضع هلا. زياد ما عم يشتغل معي هون، وجاد مهندس رهيب يعني قبضاي جدا الحمد لله بشركة اديسون بأمريكا. الله يخلي لك اياهم. عنده ولد وبكره بعد بكره يجي ولد تاني باذن الله. الله يخلي لك اياهم، الله يبارككم بكل بركه سماويه. العائله بتعني لي كثير اشياء. إيه. طبعا اكيد. وحاولت ربيهم قد ما في على الفضائل المسيحيه المضبوطه. امين. محبه، تسامح، الايمان، العلم، كل. هلا هلا بعدين بدي فوت على موضوع المحبه. انا عرفت حضرتك بتقرا برسائل بولس وبتحب بولس كثير، هم فوت بعدين على هيدا الامر. طيب، من انت من العائله الكبيره؟ الحمد لله عندنا عائله ممتازين، اخواتي ممتازين. الله يرحم. كم اخ كم اخ؟ الله يرحم اهلي، نحن سبع اخوه. نعم. خيي الكبير كان عميد بالجيش، بعدين ايوب، بعدين سامية، بعدين سمعان، بعدين انا يعني بعدين سمعان. نعم. بعدين يعني حنا. عم قاطعك، خيك شو اسمه الصغير كان عميد بالجيش؟ لياس. لياس، اوكي. لياس خيي عميد لياس فرح طبعا. بعدين ايوب كان بالكويت، سامية هلا بكندا، سمعان بلبنان، حنا بامريكا، وسهام الصغيره بامريكا.
تحية للجميع. هلا متعاونين بكل شيء، ولا يوم صار مشكل مرات بصير عندنا مشاكل بلعب الورق. هاي احلى احلى مشاكل، هاي احلى مشاكل، احلى مشاكل. الحمد لله التعاون مش بس بيشملهم، يعني يد وحده قلب واحد، ولا مره اختلفنا. اهلكم عشو ربوكم؟ يعني حتى انا كنت عم عمر بيت بالجنوب من شي 7-8 سنين وخلصت وساكن فيه، والله كنت شايف روح بي وامي فوق البيت. أوه. حب مطلق، تضحيه قد ما بدك، اللي بدك اياه بدك اياه. نشكر الله، ربي يبارك، نشكر الله. كان عندي بي بيقول له واحد مره، ابو الياس انت بالع قديس، وفعلا هيك، فعلا بي بالع قديس، ربي يبارك، ممتاز كان الحمد لله، ربي يبارك، وربينا قد ما فينا يعني على الاشياء الصالحه والاشياء المليانه محبه ومليانه تسامح ومليانه تعاون. مبين من حضرتك، الرب يبارككم يا رب. رئيس، من أنت من الأصدقاء؟ نحن وقت نحكي عن الأصدقاء يعني مش هين سؤال أصدقاء، يعني أصلا يعني الصداقة بعتقد أنا هي فرع من المحبة، جزء صغير من المحبة. نعم، فيش محبة فيش صداقة، في مصلحة بصير. صحيح صحيح. هلأ في عندك نوعين من الأصدقاء، عندك الصديق اللي صديق الطفولي، صديق البراءة، صديق المدرسة، صحيح، فيها هيك سمو وفيها نبل بتحس، وفي عندك صديق الاجتماعي، يعني انت ويا بالشغل بتلتقي فيه بمناسبات معينة، يمكن بالحزب يمكن ما بعرف، هيدا صديق مرجرج شوي بحسه أنا، وبعد شوي بتعش تشوفه يمكن تشوفه، بس الصديق اللي فيه براءة وفيه سذاجة إذا بدك كمان بتحب تشوفه كل لحظة. أمين. والله أنا بتذكر رفقاتي بالمدرسة بتمنى كل ثانية قدر زورهم يزوروني، وبديش منهم شيء يعني. الله يبارك. بس عن نبل وعن محبة. ابن أصل، الله يبارك. طيب عندي كتير أصحاب. نعم. أنا عندي شغلة يمكن شوي مميزة، ما بقبل أخسر صديق. حلو. إذا كان صديقي فردا مش منيح، عمل غلطة معي بعمل حالي مش شايف، اثنين ثلاثة يعني فردا هو عامل معي يا اخي 10 مرات منيح، مش مفروض مرة تروح ال10 مرات. صحيح صحيح. جرب حافظ عليه قد ما فيه. هلا اذا كان بدي لا حول ولا قوة شو بدي اعمل. مثل ما بقول للديس بولس يعني بحبك يا ربي عدودك. طيب. بالنهاية بدك تستسلم. في شي مرة يعني حضرتك انت عم تحكي عن بتحب الاصدقاء الاوفياء، شي مرة في شي صديق طعنك بظهرك وجرحك جرحا بليغا؟ مش انه هالقد، بس ما كان وفي قد ما بحبه يكون يعني. يعني مش مستنظر منه يطلع هيك. ايه ما عندي انا مصالح هالقد تتضارب معه يعني، عرفت كيف؟ نعم. بس في ناس بتحس انك مش قادر تأمن لها. في نعم. هيك فاصل صغير بضل، عرفت كيف؟ هدول الناس طبعا ما فيكش تمشي معهم للاخر. بتتجنبهم مرات يعني. نعم. يعني بتعطيه شيء وما بتعطيه شيء ثاني والى اخره. طيب. يعني. سؤال روحي، من أنت من الكنيسة؟ هيدا بيت القصيد. أنا إنسان مؤمن إلى حد ما، ما فيني أقول لك 100%. ربي باركك. حلو حلو الصراحة. يمكن السبب هو إنه أستاذ فيزيكس بأي معنى. بالفيزيكس دائما بقول لك فيريفاي، برهن ثبت، عرفت كيف؟ هيدي بالدين تقريبا ما فيك تلاقي لها جواب. يعني انا مرات بقول يا اخي بنصلي نحن ابانا الذي في السماوات يتقدس اسمك، طيب مرات بقول يا اخي مع انه بحب اقول غير شيء، بس انه طيب اذا بينا الله ليش ما بيجي لعنا بروح لعنده؟ تبرنا طفل يعني. نعم. يعني بحب التواصل معه اكثر، بحب لاقيه سلم عليه، بحب بوس ايده. نعم. ما هي دول الشغلات ما عم تصير في يعني شيء عم تنا عم مناقضات بين بعضهم يعني. مش انه مناقضات يعني، بس رغبة ايه؟ عند الابن ليشوف بيو اكتر. نعم نعم. بس بعرف انه الرب يسوع المسيح هو قريب من كل واحد. اكيد. قال ها انا ذا واقف على الباب واقرع، ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. مشكلة استاذ مشكلة بالعالم، مش عم بحكي عن بشكل بالعالم، انه الرب عبيب القلب عم يدقه وما حدا عم يفتح،
بيبقى المفتاح من جوا بديش افتحه. انا لان هيك قفش عليها مثل ما بتقول ممكن غنيت فيروز، انا بحب كون بالله اكتر ما بحب الله يكون في بمعنى. نعم. نسيت الغنيه بالتفصيل يعني، انه ياريت 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 كل طالع شمس وكل صبح وكل بشرب قهوة أنا وياه مسيب بوس إيده قلت لك بيترد علي يعني، بتمنى من كل قلبي فيك فيك قريب قريب منك بيحبك قريب منك. هلا أنا قريب قريب على صعيد نقول الطائفة، بحبش أحكي بالطائفة بس إنه هذا الوضع هيك. أنا مثلا مشي 25 سنة لهلا بالمجلس الأعلى لطائفة الروم الكاثوليك، كنت 4-5 دورات يعني شي 15 سنة. نعم. باللجنة التنفيذية يعني مع سيدنا البطرك وهو بالطائفة والآخرين. وكنت بكل هالفترة مقرر لجنة مساعدات الجامعية، يعني نساعد التلاميذ بحد أدنى قد ما معنا مصاري يعني. نعم. نساعدهم ليقطعوا مرحلة التعلم بالجامعة أو هون أو هون قد ما فينا، أو نعطيهم قروض ميسرة بدون فايدة وإلى آخره. نعم. لأكثر شيء هيك يعني أثر فيي بصراحة، أنا من شيء 6 أشهر بين معي ديسك 100% وشفته أنا على الام ار اي. عرفت عنه، هي كان في عملية شفاء. وشفت دكاترة من أهم دكاترة بلبنان، حكيمين يعني. نعم. واحد بالروم واحد بالجامعة الأمريكية. حكموا إنه في عملية اللي لازم تصير. والله ما بعرف شو صار، كنت بالكنيسة عم صلي بكنيسة مارلياس عنا بالضيعة، حسيت بلحظة يمكن اختطاف ما بعرف، فترة كتير صغيرة وكأنه حدا قال لي حط ايدك على اجرك. مشيت ايدي على اجري من اولها لاخرها، كان وجع مبلش من فوق امتداد لتحت على الاخر، ما بقيت تقدر اربط شيط بوطي. بقى يومين ثلاثة ما في شيء، قرب صالح هلا وكأنه في عملية ولا بدي شيء بالخاص الخاص خاص. الحمد صالح. لله يعني حسيت اجري جد وبتقول لي الرب مش قريبك انه قريب. قريب. شفت كيف مد ايده وشفاك الرب يشفيك للتاني. طيب في شغلة نعم تاني كمان او اكتر من هيك تفضل بحب احكي فيهم. لما سألوا لسيد المسيح شو الوصية الاولى، قال لهم احبب الرب الهك من كل قلبك. شو الوصية الثانية؟ أحبب قريبك كنفسك. طب هل يعقل أنه سيد المسيح يقول أحبب قريبك كنفسك هيك يعني ماشي يعني استهتر بالكلمة وضلك ماشي أبدا. أو لازم نطبقها؟ طبقها. أنا مسيحي بعتبر حالي ملتزم بتطبيق الشريعة. أمين. بتطبيق كل شيء قاله سيد المسيح. ربي يباركك. مشان هيك بحس أنه يعني لازم عطول نحب، لازم على طول نسامح. بدي فوت بهالموضوع مش هلا، بدي فوت فيه بعدين. طيب. بس من انت؟ لان هي موضوع حلو بدي احكي كمان عن المحبة بكورنثوس الاولى. من انت من البلدية؟ بلدية علم الشعب. خلينا نحكي عن علم بالاول بعدين نحكي عن البلدية. طيب بتحب نمرق هيك فيديو صغير بعدين والله نحكي؟ ممنون. طيب ممكن اذا جهز الفيديو ممكن نمرق هالفيديو صغير عن علم الشعب. على فكرة بلدي اوكي. يا بلدي بلدي يا قصة الجداول يا لون الفرح يا ملعب عصافي يا حكاية وطير يا بلدي بلدي يا دهب السنابل
وكروم الدهر يا ملف الجوانح يا مواسم الإلفي يا بلدي ومعمرة بقلوب ملياني ومزيني بزهور وغناني ودروبها حكايات وسطوحها مرايات والمجد معمرها العز مزنرها حلياني 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 عالريح وتضوي نقرها المجد معمرها العز مزمرها علياني 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 عالريح وتضوي نقرها والمجد معمرها بالعز مزمرها وعلياني علياني علياني عالريح وتضوي علم الشعب. علم الشعب ضيعة كتير رائعة جدا وبذات بقى بتحسها مثل مدينة. بس لفت لي نظري يعني ضيعة كتير حلوة وجميلة لفت لي نظري المغارة. شو قصة المغارة؟ في علم الشعب حسب ما مبين يعني مثبت يعني في علم الشعب القديمة اللي عمرها شي 3000 سنة من خلال النواويس الموجودة نواويس فنائية بمنطقة اسمها أفأفة وفي علم الشعب الحديثي يلي ما بنعرف عمره بالضبط قديش بس تصور شي 600 سنة هلا علم الشعب شو بتمثل لإلي شي كتير والله شي كتير أول شي الأرض والعرض علم الشعب هي العشيقة الدائمة الحب الأزلي يعني تصور انت ولا مرة من وقت ما خلقت لهلا او انا او غيري من علم الشعب قال والله هيدي ضايعتي ما بحبها سو حب مستمر لا ينتهي علم الشعب بس تروح وتفوت اكتر واكتر الكروم هلا روح هلا اللوز مزهر كله براعم يعني لنقول التين بلش يفتح شوي او العنب قصقصناه ويبلش كمان الى اخره علم الشعب عصافير ورود بكل انواع الزعتر علم الشعب الزيتون علم الشعب الغار يلي نحكى عنه بالانجيل والسنديان السنوبر يعني انا كنت نحن كنا عائله مثل ما قلنا 7 اشخاص وامي وبي وستي فوق البيت مش كتير كبير صغير يعتبر بقى بقيت اضطر ادرس بالكرم تحت شوي حد بيتنا تحت الزيتون حتى لقي جو صافي وقت الشهيد خصوصا ما بتصدق اذا قلت لك كنت اسمع دعسات المسيح حلو كنت اسمع دعسات المسيح هو قاطع ريح صوب انا او لا لا, لا. هي بتصير على الحدود نحن على الحدود نحن حد الجليل اوكي حتى المشاهدين يعرفوا وين علم الشعب علم الشعب على الحدود دور الجليل مش الاعلى ما بعرف تحت يعني شوي هلا المهم بتحس كانه مارق رب يسوع ورايح على انا لاقامه العرس او رايح عصور ليشفي الكنعانيه سو هلا تفضل يا ريت حضرتك بتزورنا بهالفتره القريبه متعميك لوز اخضر متعميك كدنه متعميك بازيلا فول حمص حامض قد ما بدك الحمد لله شو معزوم الله يخليك ربي يباركك بس علم الشعب عندنا عين كتير حلوه مثل منتزة وهيدي فيها ذكريات اهلنا كلهم علم الشعب منا يعني هيك بس
والله كلمه بتقطع. صحيح. الامريكاني مثلا انا كان معي الجرين كارد وهيك، الامريكاني بيكون ساكن عبنا بلويزيانا شوي، بيروح بيسكن بلوس انجلوس شوي، ما بيعني له البيت، ما بيعني له الارض. نعم. تخيل انت، تخيل امي، بديش احكي عن غير الناس اللي بحبهم كتير، امي وبي ومرتي هدول على وعيي اندفنوا بمدفن علم الشعب، ويا ما حبايب يا ما اهل من كل العيال كمان موجودين معهم. صدقني صدقني، مش بس علم الشعب بحبها، بحب ريحة المقابر بعلم الشعب. رئيس يعني خليني اقطع، ذرات ذرات ناس بحبهم، الهوى منشأ فيهم، عارف كيف يعني؟ ولا يمكن ولا يمكن احبها للعظم يعني، يعني حتى لو اضطر الامر اي تضحية لو بالروح مستعد عليها. يعني عم بسمع انا شخص تراثي بحب ضيعته كتير وبحب التراث فيها وبحب الكروم وبحب اليوم اقلية جدا يلي معلق بالارض يلي بحب هيك ارضه. يعني عم تحكي بحماس انه علم الشعب هيدي ارضي انا بحب انا التراث. مش قصة ارض بس، يعني فيني اشتري ارض دونم هون بكسر وين مثلا، مش هذا الموضوع. عرفت لان موضوع انه بيك دعس هون. نعم نعم. جدك كان هون. هيدا قصدي. ستك كانت هون. هيدا قصدي. هيدا قصدي. شالت شالت لا تقدر بثمن. طيب مين اللي اعد الفيديو؟ اعده زميل معي بالرجي هيك اسمه، ودموزيل مريم غفري. يعني مش 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 اختصاصي مثل، بس تحية لإله. لا الحمد لله. يعني إذا عم يشاهدونا لحقلكم تحية لإلكم والرب يبارككم. يعني منيح منيح. الرب يبارككم، تصوير حلو. بركي لكان بتلاقي شيء. يا أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. طيب عرفت يعني من أنت من البلدية؟ البلدية. البلدية. هلا أنا بالأساس ما كنتش أفكر بلدية ولا شيء. بس طلعنا على الضيعة عمرنا بيت. بس قبل ما تحكي انا تفاجأت بشغلي، انه حضرتك انه مثلا بحق لك بسيارة ما بتاخد سيارة، بحق لك ما بعرف شو ما بتاخد تليفونك احسابك. يعني اليوم واحد بتخزني يعني بيعمل بيشد بإيدي وإجراي حتى يكون رئيس بلدية اما موظف حتى يقدر يحصل على اللي بده اياه، ما انت بالعكس. لا اولا على يعني المجد الرب، بس انه اولا يعني بخجل احكي بموضوع هيدا جد يعني، بس بدي جاوب مجبور. عن مشان قلت لك اذا انت عندك حبيبي او مثل ما قلنا في الدار بدك اياه، ما بتقدم له شيء؟ ما بتقدم له يا اخي ورده؟ ما بتقدم له لنقول هديه انيت كولونيا؟ انا ماشي عم بقدم لضيعتي، انه صحيح والله انه بيطلعوا بينزلوا الى اخره، وفي شويه عذاب يعني اكيد، ومرات في مشاكل حتى صغيره مرات، يعني انه هذا ما بيعجبه هذا بيعجبه، بس كله هذا ولا شيء قدام الحب اللي بقلبي. امين. شو ما بلغت التضحيات قلت لك لضيعتي انا مستعد، وهالمبلغ هذا بعتبر حاله انا تبرعت فيه للبلديه، مش مشكلة أنا وغيري. الله يبارك فيك. واللي مرقوا قبلي كمان نفس الشيء. يعني. الله يبارك فيك. طيب يعني كيف حتى رجعت، مين رشحك على البلدية أنت أم الشعب؟ شوف يعني أنا مع أنه زرت عم بتلاقيها مش كتير منطقية أنها تكون عائلية. نعم. مفترض يكون في فريق عمل متجانس ويترشحوا سوا من مكان يكون، حيا الله إن شاء الله يكونوا كلهم من عائلة واحدة، بس بترجع بتصف بالآخر عائلية. البلدية معروفة. انا طبعا بدرجة اولى يعني رشحت من قبل اولاد عائلتي، ومع اني مش كتير بعرف صغار بالعمر بعلمة، الحمد لله جبت اكتر الاصوات، يعني لانه في حاولت من قبل اصلا، بحب العمل الاجتماعي كتير من قبل ما كنت رئيس بلدية، من قبل بكتير يعني ممكن من 30 سنة و 40 سنة عملت شيء لضيعتي قد ما في قد ما بيسمح لي الظرف. يعني يعني الرب يباركك والرب يعطيك الصحة ويعطيك القوة باسم يسوع. بدي أخذ بريك وبعدين نرجع لموضوعنا. مشاهدينا الكرام بريك ونرجع بنعمة الرب يسوع المسيح. We'll be right back.
رجعنا مشاهدينا الكرام من البريك، واللي بيحب يتصل على 01-255-500. رئيس، نرجع لموضوعنا بخصوص البلدية. خبرنا شيء عن البلدية، عن نجاحاتها. قبل معلش تفضل. بلدية عن مشعب من أقدم بلدية لبنان، من أقدم، من أقدمهم، لأن تأسست بأيام الانتداب بال 1925. نعم، تخيل قديش يعني، يعني ما كانش بعده في دولة لبنان الكبيرة الموجودة. نعم. ترأسها أول رئيس بلدية عندنا الله يرحمه كان اسمه إبراهيم صقر. رجع حلت البلدية بال 34، بستة سبعة ال 34. بعدين مرق فترة ما فيش بلدية، أعيد إنشائها بسبعة وعشرين 12-63. رجع انتخب مجلس بلد جديد بال 64، أول 64. ضل من وقتها لحد 2000. أوه. ايه. ما قادرين يعملوا انتخابات هونيك بالجنوب ولا خلية. بكل لبنان أصلا بس خصوصا هونيك. سو نحنا كعلم الشعب من أقدم بلدية لبنان، وبالتالي يمكن من أكثر ديمقراطيين بلبنان. ما بتصدق إذا قلت لك رئيس الألم بس يطلع علم الشعب هو ونيبه بيقولوا مين ضد مين ومين مع مين، يعني ما بيعرفوا إنه في لائحتين أو ثلاثة أو خمسة. حلو. أنا أول شخص هنيني وصديق الزلام كتير، يعني ثابت إنه ترشحنا يعني ترجع للعائلية، اسمه شهد السيارة، أول شخص هو هنيني. تحية له. سلامات. تحية. عرفت كيف؟ يعني معنا إنه والله أنا جاي عمل زعيم وبيك ومدري شو، أنا جاي خيي أخدم على طريقتي، يمكن طريقتي ما كتير منيحة تكون، طريقتك أفضل، بس قد ما الله بيعطيني بدي أشتغل. نعم. أوكي. هلأ البلدية أعمالها الحقيقة بدك تقول هي على إيه نوعين، وأنا قاصد العمل الثاني أكثر من الأول. العمل الأول هو مثل ما بقولوا إنمائي، حكما الإنمائي نمبر وان مثلا تسفيت وغيره. نحن علم الشعب يمكن البلد الوحيد بلبنان ما في بيت مش واصل الزفت للدرج. سميت الحملة أنا أول ما بلشنا وزفتنا لكل شيء، سميت الحملة الفرج للدرج. حلو. ولا بيت يعني ولا بيت مع علم الشعب مش واصل الزفت على الدرجة تبعيته. اوكي. في ناس مثلا بقول لك والله انا بس مزفت الطريق العام. لا يا خي، ما هذا ابنا وهذا خينا، واذا نحط له هلا 600 دولار زيادة له ما بكرة نحط له غيره، وبعدين هو غيره اصلا لازم نبسط له، يعني اعتبرها نقطة للبيت يعني. سو هيدي واحدة من الاشياء اللي عملها. هلا الطرقات المزفتة فيها رقعة صغيرة كذا، كمان رقعني أهلناهم كلهم. وفي كمان عمل ثالث بالموضوع هيدا، هو وضع بسكورس مثل نقطة بداية لكل كروم تقريبا، انه ما قدرنا نغطي كل شيء بس لعند عدد كبير من الكروم. البسكورس عادة بكلفك المتر 4 دولار، الزفت 12 دولار زفت وبسكورس. هلا بنكون وصلنا الناس على كروما، وبس يصير معنا مساري بنرجع بنحط 8 دولار وبنرجع بنزفت. بيعطيك الف على مرحلتين يعني. بيعطيك الف الف. اوكي. هلا المهم، باول جلسه للبلديه كنت محضر صلاه انا وصليناها، والله كانه الاشي ماشي لحاله. امين. بس بسنتين. هلا ما فيني انا اقول والله هلا انا صرت 3 سنين، الا يعني احنا بعد شوي رح تصير 3 سنين، بس نحنا صرنا شيء 14 شهر وشوي مش قابضين ولا قرش من الدولة، ما عم نقدر نشتغل. يعني عملنا معثر هلا، ما فيش معنا مصاري. سو بدك تعتبر اشتغلنا سنتين. اوكي. بهالسنتين قدرنا نجيب مساعدات 843 مليون ليرة. لانه اذا بنتكن على حالنا كبلدية معنا نحن مداخيل، يعني 15 مليون بالشهر معاشات،
وسيارات وبنزين ومازوت والى اخره. سو 15 مليون تقريبا بيروحوا لك كل المصاري اللي عم تيجيك من الدوله، يعني بضل لك شوي. نعم اوكي. سو بنشاطنا زرنا الرئيس بري، زفتولنا حزب الله المشكورين كلهم، زرنا مثلا نقول الرجي عطونا 50 مليون، اشترينا يعني كاميون للصحية، لنقول الإيطالية، لنقول الفرنساوي الإيطالية عطونا كاميون الزبالة متوهزونا، لنقول الفرنساوي يعني كان في عمل مشترك وعمل انه انت بدك تشتغل لهذه الضيعة قد ما فينا. نعم. قد ما فينا يعني حاولنا نجيب اشياء للبلد، والا ما بتعمل شيء. صحيح يعني مش قاعد مكتف ايديك، يعني عم تشتغل ومعك. الاهم من هيك بكل هيدا كمان الشعار هذا تاني اذا بدك داخلي، اي فاتوره بتفوت على البلديه او بتظهر من البلديه هي بالنسبه لي انا صفحه من الانجيل. ممنوع الغش، حلو، ممنوع التشاطر، ممنوع انك تيجي يا اخي واحد يسرق حلو، شو هذا؟ الامانه لازم تكون الماكسيموم. امين. الماكسيموم، والا اصلا بكره يمكن نحن نضطر نطلب من اولاد الضيعه اللي الله عطيهم، يمكن نطلب مساعدتهم بشيء مشروع. طب كيف بدي يجي يعطيك مصاري؟ بقول لك اذا عارفك رح تحط نصهم بجيبتك. صحيح الى اخره. بعدين الاهم من هيك النوع العمل الثاني اللي هو العمل الاجتماعي. ما بعرف اذا شفت انتبهت كان في حركه رياضيه. ايه صحيح. كل شيء عندنا نادي مثلا حطينا فوق ال 35,000 دولار مكانات رياضيه وكلهم لايف فيتنس من احسن مكانات. عرفت كيف؟ يعني عززنا النادي، اي شخص بده يروح يعمل شويه رياضه موجود. عرفت كيف؟ عندنا فريق فوتبول وفريق باسكت كمان، شو بدهم جاهزين؟ بدهم فطبيل، بدهم لنفترض يعني حضرتك انت على الارض عم تشتغل. يعني لنقول كمان لنقول تلاميذ المدارس المتفوقين كرمناهم، لنقول الاطفال تبعنا اللي تحت 12 سنة على كل عيد ميلاد يعني هدايا مع حفلات مع الى اخره. انا قد ما فينا جربنا نقرب الاشخاص من بعضهم. امين. ليك شوف معلش خليني احكيك استاذ فيزيك، لما تجيب انت تو فورسز مثل ما بيقولوا بالانجليزي قوتين، واحده قوتها 10 وواحده 12، اذا عم يشدوا سوا بيطلع 22 نيوتن، اذا عم يشدوا عكس بعضهم بيطلع 2 نيوتن. صحيح. ويمكن يكونوا زيرو اذا كانوا متساويين. صحيح. سو نحن لما انت تيجي تاسس فريق رياضي وتنشط وتقوي هالمجموعة الموجودة، وين عم يشدوا كلهم؟ صوب الهدف. يعني عم تعلمهم يكونوا متعاونين، عم تعلمهم يحبوا بعضهم، عم تعلمهم يساعدوا بعضهم، وهيدي الشغلة كتير سمينة بالنسبة لنا نحن. أنا بدي أقطعك بدي كرمال شو قصة هالبير؟ هلأ نحن ببدايتنا عنا مي، عنا بير مي. نعم. بس هذا البير ما بكفينا خصوصا بالصيف، وأرضنا يعني كتير الحمد لله على المشعب، ما ممكن ما جبنا سيرتها، مساحتها تقريبا 20 كيلومتر مربع. نعم. يعني في عنا أرض كتير الحمد لله، وعنا في كتير ناس عم بيزرعوا أشياء جديدة، لنقول بستان من هون، لو كان زيتون، لو كان شو ما كان، أفوكا اللي بدك إياه. سو بده كله سيء بالنهاية. بشهر تموز آب أيلول، خصوصا آب أيلول بحاجة لمي، ما عم بكفينا البير الموجود. سو اضطرينا رحنا وزارة الطاقة والمياه وطلبت انه يكون عنا بير تاني، والحمد لله لبونا. هلا بعد ما تنفذ هيدي بعد بس التدشين الارض فيها مي فيه الحمد لله كتير مي. يعني فيها مي مي مثل البلور طلع اذا بتشوف الصور. الحمد لله يعني الله يبارك فيك، عن جد الله يبارك فيك. تسلم. ريس انت حضرتك عامل 12 كتاب فيزيك سامي فرح، شو قصة هذا اخر واحد هذا شو قصته؟ هيدا خلينا بس يقول اوكي. هدول كتب للمرحلة المتوسطة والثانوية بعدين. نعم اوكي. هدول الكتب مثلا هذا الكتاب من مكتبة دار حبيب للنشر.
نعم. اذا بدك هلا هيدا يعني كثير اب تو ديت، يعني انا بقول بظاهر الكتب العالميه في كل شيء، قد ما بدك اكسرسايزز كنا عم نعمل دعايه هلا، قد ما بدك لنقول سي دي انيميشن الى اخره، في سي دي بقلبه، في بقلبه صحيح. سو الاستاذ بده بيقعد، ما ضروري يقعد يرسم لنقول الري او الريون بالفرنسي ويطلع علوه بايده، بيرسم دغري. حلو، عرفت كيف يعني مباشر؟ لا بدي يعني عم نجرب نسهل ونفهم اكثر للتلاميذ اللي هن عم يتعلموا فيها. يعني عن جد ربي يباركك، عامل 12 كتاب مش هين. الحمد لله. هلا هيداك الكتاب اللي قبل هذا كتاب الـ SE والـ LH بسمون، يعني الاقتصاد والاجتماع والعلوم الإنسانية بالترمينال. نعم. وهدول الكتب يعني ثلاثة كنت أنا الكوردينيتور تبعهم يعني. نعم. هذا كتاب الدولي. هذا مجبور بكل مدارس الدولية يتعلم. أنت عامله. يعني أنا هون بعتز بصراحة يعني وما بستحي فاخر إنه اسمي يمكن صار على فوق 3 ملايين نسخة. شكرا. يعني من سنة 2000 وجاي كل هالاشياء ماشي يعني. الرب يباركك. تسلم. طيب. تسلم. بدنا نفوت هلا بالشق الروحي. الروحي. حكينا عن البلدية، حكينا عن العائلة، حكينا هلا بنفوت عن الشق الروحي. بعرف انه انت بتحب رسائل بولس الرسول وخاصة كورنثوس الأولى. وخاصة الموضوع عن المحبة. هل المحبة عملت بحياتك؟ يعني بتحب الآخرين؟ أعطيني شيء عن هيدا الأمر لنشوف. ما في محبة ما في حياة. صحيح. لأنه لا بتعيش تطيق حالك، بتعيش تطيق غيرك. نعم. مجبور ولازم تصلي يكون قلبك مليان حب. آمين. أنا بدي أقول شغلة صغيرة. فرضا أنت واقف على شي فيراندا هيك ومرق شخص لا سمح الله بتكرهه، بتشوف انك هيك معدتك صارت بدها تفرك وبدك تبزق يمكن سوري من هالكلمة يعني. نعم. بتحس حالك مزعوج، بينما مرق واحد ورا دغري بتحبه بدك ايش وايش تعيط له، بتحس حالك مبسوط وبتحس حالك صحيح يعني احسن لك. اذا انت بتحب احسن لك. امين. مش كرمال غيرك. امين. عرفت كيف؟ سو افضلنا نحن اذا بنحب ونعيش المحبة نعيشها بكل جوارحها يعني. امين. اوكي خليني اقرا لك اياه وتمتع. امين امين. لان هيك الرب يسوع المسيح بيقول حبوا بعضكم بعضا كما انا احببتكم. حتى مش بس هيك، قال حبوا اعدائك. يعني شيء لا مهم. بس بتصير. نعم نعم. بس بدك هيدي سموه هيل يعني. بل لان هيك بيقول الرسول بولس، قال انسكبت محبه الله في قلوبنا في قلوبكم. هاي المحبه ومحبه الرب اذا بتسكن بالقلب تلقائيا بدك تحب الاخرين. تفضل خلينا نتمعن فيها. تفضل. مشكلتنا انا بالنسبه لي يعني بحس خي بفوت على الكنيسه وبنظهر وهل كان عملنا شيء مثل فتنا بنطلع. ما بدك تسلز فيها. نعم. بدك تعيشها. نعم. لو تكلمت بلغات الناس والملائكه ولا محبه عندي فما انا الا نحاس يطن او صنج يرن. ماشي صحيح. ولو وهبني الله النبوه وكنت عارفا كل سر وكل علم وللإيمان الكامل أنقل به الجبال ولا محبة عندي فما أنا بشيء. ولو فرقت جميع أموالي وسلمت جسدي حتى أفتخر ولا محبة عندي فما ينفعني شيء. المحبة تصبر وترفق. أمين. انتبه. أمين. بدك تطول بالك على جارك وعلى خيك وعلى صديقك. أمين. وعلى عدوك. أمين. المحبة لا تعرف الحسد. نعم. ولا التفاخر ولا الكبرياء. حكي غير شكل، والله العظيم حكي غير شكل. نعم. المحبة لا تسيء التصرف ولا تطلب منفعتها ولا تحتد ولا تظن السوء. المحبة لا تفرح بالظلم بل تفرح بالحق. أمين. المحبة تصفح عن كل شيء وتصدق كل شيء وترجو كل شيء وتصبر على كل شيء. آمين آمين. شيء يعني هلأ جبران حاول يمشي بهالسياق يعني ونجح بإشياء كتيرة، بس ليك
والله العظيم يعني بالآخر. أوكي. ألا إلى آخره. والآن يبقى الإيمان والرجاء والمحبة، وعظم هذه الثلاثة هي المحبة. أمين. تصور أنت الإيمان والرجاء والمحبة، وفضل المحبة. أمين. يعني معناتها قديش أساسية ومهمة بحياتنا. نعم نعم. طبعت كيف؟ أنا بتصور إذا في محبة للآخر، يعني تعاون للآخر، يعني قبول للآخر للآخر إلى آخره، هناك في سمو، في مستوى يعني مختلف كليا عن تصرف البشر. أمين. لأن هيك، لأنه هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون الحياة الأبدية. قد ما بدك بتضحي ساعتها. إيه. وين ترجمت المحبة؟ ترجمت على الصليب. بالضبط. لو المسيح، لو الله قال أنا بحبكم، طب أوكي حبيتنا، طب ترجمنا إياها. ولا شيء. ماشي. بس عمل، عمل حملوا على على الصليب الرب يسوع المسيح، فرجينا قد أنا بحبكم. أنا بحبكم، مت من أجلكم، أنا حبيتكم، بدي أعطيكم حياة أبدية، كل من يؤمن بي له حياة أبدية. المحبة يعني رسول بولس، أنا بالنسبة إلي شخصيا يعني هي شيء شخصي، أعظم شخصية هي أنا، هي رأيي، أعظم شخصية من بعد المسيح هو الرسول بولس. لا لا، رسول بولس هو أسس الكنائس، يلي طهدوا، يلي ضربوا، يلي برم العالم كله الرسول بولس. أعظم شخصين بعد المسيح، أنا بحبه لرسول بولس، أنا بحبه. ولسه تقريبا لوحده يعني، يعني يعني مش إنه والله معه عسكر ومعه جيش وما. نعم نعم. يعني هيك بالبشارة البسيطة. في مطارح بقول الكل تركوني لكن كان الرب معي، كان واقف معي الرب في كل حين. رئيس مشهود عنك بعطائك وبمحبتك للآخرين. الرب يباركك وتبقى هذه المحبة دائما تنبع من الداخل للخارج، تنبع من الداخل للخارج. أكيد. حتى يشوفه. طيب علم الشعب هذه البلدة الجميلة الرائعة جدا، بالبلدية كم شخص فيها؟ نحن 12 عضو. هل قد؟ وما قلت لك شغلي عن علم، سوري، مكتوبة كانت مرقة بال انه علم الشعب طلعت من اول 55 ضيعة، من اصل 2000 ضيعة بلبنان، بالتراث، بالبيئة، النظافة الى اخره. علم الشعب انا براهن الا اذا ثاقبت هلأ كبوها بعدهم، تمرق من اول الاخرة 4 كيلومتر تقيش ورقة، يمكن تلاقي ورقة شجر ما لحقوا يضبوها، بس مش ممكن. أنظف ضيعة بلبنان الحمد لله. يا ريت كل البلديات يعني حفاظا على البيئة وحفاظا على هيك الجمال وكل الأشياء الحلوة. نعم نعم. لأن شيء عن جد شيء بيحزن، شيء بيحزن طرقاتنا. ما بعرف تلاقي اليوم هذيك خطرة كنت مرق يعني واحد قدامي لقط أكل عم يأكل منقوشة، لقط ورقة وكبة. ايه. عطري طب يخي، طب إنه لا. طب سؤال، إذا واحد عملها بالضيعة شو بتعملوا؟ هلا نحن مش لحد هلا ما عم نستخدم دفتر زبوطة، بس إنه أكيد إذا فينا ننبه شيء هيك، بس إنه ما بيكبوا، ما بيكبوا أولاد الضيعة. إيه لأن بيلاقوا نظافة، يمكن سيارات، يمكن سيارات قاطعة مثلا، ربما واحد ما ينتبه يقوم يكب يعني. نعم. بس دغري من بنرجع نضب يعني. علم الشعب كم كنيسة فيها؟ فيها 3 كنائس. 3 كنائس. كاثوليك أو موارني، روم كاثوليك، موارني، بروتستانت. أدى عدد سكان علم الشعب؟ يعني بالسجلات شيء 4500. فيها شيء 2500 ناخب بالسجلات. 2500. بس بعرف أنا جزء منها برا يعني. هذا هي بتقول لك عنه رئيس أنه علم الشعب لقي يعني، أنا حسب معرفت أنه أغلبهم مسافرين. مش أغلبهم، بس في منهم ببيروت يعني، مش أنه مسافر، بس أنه في خي نحن على الحدود. نعم. صارنا من سنة 48 يمكن مشاكل بمشاكل بمشاكل بمشاكل، كل يوم طريقة مشكلة. فيك تتصور انت من قبل ما كان ابن علم الشعب بيطلع على ضيعته فوق الساعة 4 بعد الظهر؟ كيف بدك تسريع؟ طيب من وبعدين اجت الحروب واجت بتعمل. طيب. شغله بدي اقاطعك رئيس، معنا اتصال. الو. سلام المسيح. اهلا اهلا وسهلا معك إلي. وجرأني الرئيس وقت اللي عم تسأله، بحب هالقد مربوب بولس الرسول. نعم. وحضرتك أسيس كمان بحبه بولس. نعم.
إذا شي يوم سؤال أكيد بحرز، بس أكيد عنده خبرة يجاوب عليه الرئيس. إذا شي يوم وعي وظهر لقى كل الناس عم بيشافوه، يعني بدل ما يعملوا ردة فعل إيجابية تجاه الأعمال اللي عملها، لقاهم قالوا كلهم عم بيشافوه، شو بتكون ردة فعله؟ مرسي. عرفت السؤال؟ لا كلهم شو؟ مرسي. إذا مثلا وعيت أنت عم تعمل أعمال كويسة وشي حلو وقمت تفاجأت انه في ناس عم يشاركوه اما ضده، عم يعملوا ردة فعل سلبية، مش ردة فعل سلبية، مش عجبهم. انت شو ردة فعلك؟ هو قصده انه انت عم تحكي عن المحبة. انا مربوطة بالتحديد، يعني عم يحكي عن عمق مربوطة. نعم مرسي. اوكي ربي بيركك، ثانك يو. يعني هو انت حضرتك عم تحكي عن المحبة، خيي إلي عم يقول اذا في حال انت نمت وقمت لقيت العالم واقف ضدك انه انت خيي شغلك يعني الى ما هنالك، شو رد فعلك وانت حكيت عن المحبة؟ اول شيء الله يسامحهم، الله يسامحهم. ثاني شيء الدستوقة بيقول المسيح شفى 10 9 10 صحيح. تصور انت واحد كان ابرس او كسيح ويقومه ها ويفل دغري ما يقول له شكرا. نعم. شفى 10 وواحد شكره. صحيح. انه انا سامي فرح بطلعش دفر 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 المسيح. نعم. بدي انذر من الناس مين ما كان يكون يعني. يشكروني او يهللولي ما بدي اياها اصلا. انا عم بعمل واجبات مع ضيعتي. انا خليني اقولها من الشق الروحي. ايه؟ انا الشق الروحي انا عم بخدم الرب شايف مش البشر. انا بهمني الرب. صدقني الرب يشوف. صدقني ليك على المشعب في ناس دافعوا عنه واستشهدوا. انا ما عملت شيء بقى. شو بدي اعمل يعني؟ انه جبت بير ماي اوكي مزبوط مزبوط وما حدا ساعدني فيه، بس انه وجبات. هلا هو الاستاذ اللي عم يحكي من حيث المبدا انه اليوم بتعمل بتعمل بتعمل، ونحن عنه عايشين حسب الكتاب المقدس. اقل شغله ويمكن الواحد يطلع منه شيء مش كويس، انه هاي عم تصير بالايام كثير، حتى لانه يعني في صراحه فضل. بتشوفها مزبوط، في تلوث فكري، تلوث اخلاقي، ما ممكن يكون مين ما كان يكون. طيب. ما عم بيشوف الاشياء بصفاء. انا بدي اتشكر اتصالك خيي إلي عن سؤالك، كتير كتير رائع عن جد، ربي يباركك بكل بركة سماوية. ريس معك دقيقة تنظر للكاميرا توصل رسالة للعائلة للمشاهدين بدك اياه، معك دقيقة. العائلة اكيد بقول لهم بحبكم كتير، خصوصا ابن زياد يعني لازم بده رعاية خاصة، يعني بحبه كتير كتير. ولأهل ضيعتي أكيد 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 بحبهم واحد واحد بدون تمييز. هلا البعض بفكر إنه يمكن مع هيدا أكتر من هيدا، بس والله مش مقصودة، أكتر الأحيان بتكون هيك الظروف بدها. بعدين يعني نحن جينا تنخدم ضيعتنا، برجع بقول ولا بدنا شيء من ضيعة، ولا بدنا نترشح يمكن بعد، ولا بدنا أي شيء، بدنا سلامتكم وتضلوا مبسوطين، والله يرحم كل اللي ماتوا امبارح وقبل يومين ثلاثة كمان، وكل اللي مرقوا قبلنا، ونحن فدع المشعب ومهما كلفت الظروف. ربي يباركك. الله يخليك. ريس حلقتنا بهذا الوقت خلصت، ويا ريت ما خلصت لان في غنية كانت بالمواضيع المهمة. ربي يباركك، انبسطنا فيك. يعني الوقت دغري بدهن بيخلص بسرعة. نحن نشكرك كمان جدا. انا لانك حضرتك عم تحكي من كلمه الرب، انا بدي اهديك هذا الكتاب المقدس. ممنون. هيك كادو من قناه نور الشرق ومن كنيسه الفاتحه مع مدنيه لحضرتك، والرب يبارك. شكرا جدا جدا، وان شاء الله كمان نحن نجرب قوم بوجبات. الله يخليك. مشاهدينا الكرام، حلقتنا في هيدا الوقت خلصت. يعني شو نقولكم، نراكم الثلاثه الساعه 6 مباشر على قناه نور الشرق. الرب يكون معكم ونشوفكم بنعمة الرب. إلى اللقاء. سلمكم.